إذا كان اختيار مجلس إدارة للمدرب وبالتالي المدرب يختار اللاعبين، هذا بالتالي هو يعتبر تخطيط. إذا كان اختيار اللاعبين من قبل مجلس إدارة وتجيب مدرب ويقول لك العب على المتاحين، أعتقد هذا عمل عشوائي. وأعتقد مجلس إدارة اتفاق يعني مخططين وعندهم مشروع مثل ما تفضل كابتن مجدي باختيارهم للمدرب، والمدرب له الصلاحية الكاملة باختيار اللاعبين والطريقة اللي راح يلعبها بامكانيات اللاعبين اللي هو اختارهم. عشان كذي احنا شاهدنا هذا الموسم لحد الان الاتفاق يعني يقدم مستوى كبير، يعني حتى بطريقه لعبه على حسب قوه وسط الملعب بوجود هندرسون مع فينالدوم، عندهم القدره في افتكاك الكره واللعب المباشر خلف المدافعين اللي يمتاز فيها موسى ديمبلي، التحرك خلف المدافعين ويستغل المساحات والثغرات الخاليه خلف المدافعين. جهه اليمين روبن كوايسون قاعد يقدم مستوى كبير على المستوى الفردي، كذلك جراي يعني ديماراي جراي من اللاعبين المميزين اللي يخلق لنفسه فرصه، وهذا اللاعب المهاري دائما ما ينتظر المجموعه، في بعض الاحيان في بعض المباريات يمكن اللاعب ما يكون في يومه وما عنده التغذيه السليمه من اللاعبين في تمريرات الكره له، فيصبح اللاعب المهاري هو يعمل لنفسه خلق الفرص. جراي دائما لاعب مهم في جهه اليسار، عبد الله الخطيب يعني تكلمنا في الحلقات السابقه ما شاء الله قاعد يقدم مستوى كبير كظهير يسار، اعتقد العناصر وكمجموعه قاعد يقدمون مستوى جدا كبير. والمركز الخامس مركز 17 نقطه 3 نقاط على المركز الاول، بوجود اذا ما حقق الدوري هل يعتبر هذا فشل؟ لا ما يعتبر فشل، لكن لحد الان هو ناجح نادي اتفاق في تقديم مستوى والنتائج اللي قاعد يقدمها، النتائج ما تاتي الا في المستوى. في بعض الاحيان انا اتفق يمكن يخسر في بعض المباريات يمكن بنتيجه كبيره، ولكن هذا ما يعتبر فشل. لسنوات ما شاهدنا الاتفاق كان دائما يعني يحاول انه يكون على الاقل من ضمن الفرق اللي موجودين في دوري روشن، ولكن هو قاعد ينافس في المركز الخامس واعتقد راح يقدم مستوى كبير في الجولات القادمه.